المشكله وين؟ المشكله واقف اي حاجه بتخفف اي شيء بخفروا عليك الناس، لكن تجيب مع الجنجويد الشعب السوداني ده 80% بكرهك بكرهك والله الى يوم الدين واقفه. وطبعا بقت ضد الطاهر وقال لي يا اخي انت ما حمري لانه الطاهر وقف وقف كلب احمر، عرفت كلامي؟ وضد الجنجويد وضد ابو يومهم ده. طيب طيب شوف الناس شدة ما كارحين اتفاقية بتاعت جوبا وجاب الجنجويد اتفاقية جوبا، شوف قادمين هنا في السجارة ده شنو في العلبة بتاع السجارة ده. رأيكم شنو يا جماعة؟ ها التدخين قال لك ضار بالصحة ولكن اتفاقية جوبا أكثر ضرر. ها يعني حتى في علب السجاير ليه؟ لأنه منك انت، انت جيت وقفت مع هيمتي، انت وقفت مع الانقلابين، انت وقفت عجلة التنمية، انت ضايقت على الناس. مرحبا يا كمبا. انت صفحتك كويسة وبعدين انترنتك كويس تمام. دار أعلق بس في موضوع ده جنجويت قبل شوية ده، لأنه كلامه ده يتضارب مع كلام زنون لقيت طايش السودان وكده تمام. فانا بمسكها له بعقليته كده ببساطه كده، يعني خليه يجي يمسك السودان كرقعه جغرافيه، لو زمان ولو اسيا، في دار فور، في دار زغاوه، في دار مساليت، بهناك جبال النوبه، بهناك امسكه ثانيه على شريط النيل والشمالين ده في حدندو وفي محص الى ما اخر، اي واحد بلغه امه. ولو رجعنا اللي زمان شويه حتلقى سلطنات، سلطنه فونج، سلطنه فور وكده ومري وما عارف تمام. فيلا انت كده نمسكك كدعم سريع وجنجوي كده، بس انت دخولك السودان متين مع اوان الدعم السريع ده ولا كان قبله؟ لو جينا اسئناه انت في اعتبار الناس راحل متنقل، يعني لا عندك مثلا انت زول ما مقيم، ما عندك حته ولا رقعه جغرافيه عشان نقول انك تزرع ولا تعمل لك ثقافه ولا سلطنه، فهمت؟ انت راحل، يعني انت ما عندك قطعه ارض. ما هو ابتداء يا هو جاي من نيجر مالي كده. معلش للمقاطعه، يعني كان مره قالوا يا اخي نحن نطالب حقوق الروح أنا. كويس بالضبط حسي تعرف يعني. خلينا نرجع شويه ورا بس معلش. تمام. الناس ديل ادمجهم في الشعب السوداني، هم قالوا خلينا نتكلم بالمنطق شويه. اخينا انت انترنتك كويس تنتظرنا؟ لو ما تنتظرنا نديك الفرصه عشان نجي نركز، الموضوع ده مهم جدا والله. كمان اتطرق عليه. لا كمل. أيوة. الناس دي قالوا انتم مشيتوا الاتحاد الاوروبي وقعدتوا هناك، واي دول بقعد في الاتحاد الاوروبي بدو بعد 5 سنوات الجنسيه، 5 سنوات، 7 سنوات، 10 سنوات بدو الجنسيه. نحن قعدنا معكم مئات السنين، وكيف انتم تستنكرونا وتقولوا لنا نحن ما سودانيين؟ طيب نحن لازم نلقي موضوع بتاع الحواكير ده عشان تكون زي الاتحاد الاوروبي، زي اوروبا كل الناس سواتي. القال لك منو هنا في الاتحاد الاوروبي انت تاخذ جنسيه وتكون انت سيد بلد؟ هسه الناس قاعدين معي دقيقه لحظه عليك لما تقاطعوا، لانه الموضوع ده مهم جدا وانا قاعد في الاتحاد الاوروبي وخلي دول يكتبوا. الجزائريين والمغاربه والتوانسه والسنغاليين والماليين 5 جنسيات دول قاعدين في فرنسا. انا بتكلم عن فرنسا، لكن قس على ذلك كله من الاتحاد الاوروبي كده. طيب ولا انا امشي امريكا، بس هنا في فرنسا. الناس ديل 3/4 قاعدين في بيوت ايجار. والناس المالكين البيوت، البيت ما حقك كده بوطاطه، لا 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 لا، تاخذ البيت 100 سنه، توقع على عقد بتاعت 100 سنه. بعد 100 سنه انت لو مت، ولدك ولد ولدك لو جاء ال 100 سنه انتهى الا يجدد. ما مدي انه حق. طيب ده واحد. اثنين، في المواصلات اي زول اي، طبعا المغرب ما بقول المغرب باللغه الفرنسيه، بقول ماروك. كان سالته بقول لك انا ماروك. وللخواجيه هنا الماروك يعني الجزائري والمغرب والتونسي، للخواجيه يعني ما يعني هي شاكه انه ده ما بلدها، بتقول شنو؟ بقول قوريه، دي واحده قوريه. قوريه يعني دي خواجيه. ما بيقولوا دي تعبان لنا ولا احنا قاعدين في بلد واحد ولا في دوله واحد ولا قاعدوا مئات السنين هنا.
جد مجد جد محبوبات حبوبات خس تعالي نديك من الشعر بيت. الناس ديل عندهم مغابر والجزائريين والمغاربة والتوانسة والسنغاليين والماليين بنصلي معهم في الجوامع برفوا الجثة بودوها بلدهم بدفنوها بعد قاعدين هنا مليان ملايين السنين وما من واحد منهم هنا عربي أو أفريقي وإلا أي زول سيد البلد بقول لك أنت من وين. موضوع بتاع الجنسية ساقطة من ساقطة نهائي والله بقول لك أنت واي فروم من وين أنت من يا ولد. طيب ده عديل مرسخ موجود هنا في الاتحاد الأوروبي. أمشي أوكرانيا لما الحرب بتاعت أوكرانيا جاء قالوا أول حاجة يركبوا الأوكرانيين وأي أفريقي وعربي يقعد بيتنا إلا قاموا يشاكوا راح تركبوا في القطار. طيب أنا إحنا بنقبلكم كسودانيين نتزوج سوا نتخلد سوا ما عندنا مشكلة لكن في حالة إنه أنت جيتونا بس سلمي ما جيتونا بالحرب. إحنا 40 مليون مصر 100 وسوريا 100 مليون نحن ناسكم دل لو 3 مليون 4 مليون بنقبلهم وندمجهم في في الـ في الـ في الـ في الشعب السوداني ما عندنا مشكله. لكن اي زول جانا بالحرب والله انا قاتلك ليوم الدين ده ما نقبلك. وحسي انتم اسمعوا الكلام ده كويس اسمعوا الكلام ده كويس. في قبيلتين في دارفور دينهم دين حجر ما بيغفروا طوالي نهائي نهائي مورث بورثوها ورثه اخو التارك تاخر لي وما بيخلوه نهاية قبيلتين بس في دارفور عديد كل القبائل ما بتخلي حقها لكن في قبيلتين لحظة لحظة موضوع ده مهم جدا أنا كلامي بخطه دبر عن دايبر ما بيخلوك نهاية عديد ما بيخلوك إلا في حالة واحدة بس في حالة لو أنت مثلا جيت اعترفت بالجرائم وبعد ذلك جيت ضد حميدتي ضد موسى هلال ممكن خلاص بدمجوك في المجتمع وبنسوا المرارات القديمة لكن بعد الناس اللي يختالوهم او يجي دوله او محاكمتهم كده بعدك بعد مرور الزمن كده ممكن شنو ممكن يتناسوا الموضوع. هم القبيلتين الزغا والمساليد ما بيرحموك ما بيجنبوك تمام خلصت عديل اخو التارك تاخ والله يجب. في دارفور ده نهائي ما بيجنبوك الفور طيبين الارينا طيبين كلهم حتى المساليد والزغا طيبين لكن كونك انت تنتهك ارضهم وارضهم ده بيشوفوا شغله ده مر 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 حنظر 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 ما بيخلوك والله لو والله الا يموتوا كده اوريك عديل هذا هسه الزغاوي هذول شالوا منهم 40 جبل اقل من 48 ساعه والله العظيم الجنجويت رقعوا في الوطن وقال لهم بحبكم اختلطوا وبحبنا قسما بالله لو ما كان ماتوا 300 نفر ما بخلوهم يا زلمه. وحد ده دار مسرى بقول لك انا هنا الان لازم وطننا ترجع يعني لو يموت مننا مليون لازم وطننا ترجع. الناس قاعدين في القضايف ده نداء عام وشغالين في الشغل ده نداء عام. ناس قاعدين في الخرطوم في قطر في القضايف في جنة برة والكبروت والصراف والبازورة والقرى هنا الجمل جزولي أم خرائن كله ده نداء عام بأنه المساريد الموجودين في البلد يا جماعة ده وطاتكم منكم انتوا عندكم حق المواطنة لافين هناك زي ناس الجنوب لما انفصلوا كانوا طردهم فاتوا الجنوب السودان انتبهوا. فالموضوع ده خطير جدا ان يجب على اي واحد مستعرف قاعد معنا في دارفور انه نحن حقنا ما بنخليه ولو دعت الضروره البلد ده انفصل اي دول ينفصل بحاكورته ويشيل حاكورته ويمرق بحاكورته والله بنركبك الدنيا نهار. انا عارف ثاني بعد لا تقول لي لا طفل لا جنانه لا حبوبتي بنفسه بالشغل بتاع خواجات يجي يرسموا الحدود يجيبوا لنا سلاحنا بتاع جيشنا تفاصيلنا زي جنوب السودان بالله عليك في دول جنجويتي في جنوب السودان أو من الشماليين في جنوب السودان هذه الليلة ده تقدر تقول أدبك في جنوب السودان ثاني احترم نفسك والله تتكتل الليلة ده قبار بكرة زي ده ما تفتكروا إنكم أنتوا خلاص عندكم القوة وخلاص كده والله عفنا السودان ده ماشي بوسطه بننفصل مجرد ما انفصلنا من جيشنا وتفاصيلنا بنركبك الدنيا نهار ما بنعرف حكومتنا حكومتنا تقدر تتواطى معنا حكومتنا لو عندنا حكومة أديل في دارندوقة بتواطى معنا من دوسة من كتلة إلا تقوم جاري تمام أيوة. يلا كلامك منطقي وكلام أقول وده الواقع عرفت يعني ده مرسوم من أرض الواقع ويزول بيفهم وبيعي أكيد بيقدم الكلام ده. فيلا لو جينا بنلخص موضوع الأرض ده كسلة في أي قارة كانت ولا في أي دولة ولا في أي حتى عايشين فيها بشرية قد الأرض دي ملك شخصي يعني ما حاجة ممكن زول يمنح لك ممكن زول يمنح لك مساحة إنك تقعد ما تضايق فهمت علي يمنحك حقوق تانية يمنحك أشياء كثيرة لكن الأرض دي حاجة صعبة والله ما بتتنسى. فيلا أنا داير أسأل
هم لو اصلا بتوعوا بيقولوا ان السودان دي نسبه 70% عرب وهم البلد دي تابعه لهم وما جو جايه، ليه بيطالبوا بسموه بتعايش سلمي؟ ما اصلا دي قطعه، دي ارضهم، دي بلدهم، ربوبيه تابعه لهم لاجدادهم، ليه؟ ما يسأل نفسه. وتاني كلمة روح الليبير معناه شو؟ خليه كده يفني كلمة روح الروح الجنيان. ما انت انسان ما زول ما مقيم. اي بيصلي.